بحكي مع بنات. تجربة رح بتكون كل يوم بلبنان، مصر، العراق والسعودية. أنت وين رايح؟ مع البيت. أكيد معنا تجارب إنسانية مهمة جداً. أتقدر يا عباس. أنا عباس جعفر من لبنان. وأنا وائل منصور من مصر. زين أقولك الصرارة حالها بتكسب. طفولة دائماً نقية. الإنسان يساوي علامة استفهام. وأنا سمير اليامي من السعودية. وراح أكون وياكم من العراق محمد سمير. ركز معايا رجاءً. التجربة يومياً السادسة والنصف بتوقيت بغداد على MBC العراق. رمضان يجمعنا.